دشنت جامعة شقراء هذا اليوم الجميل عدداً من البرامج النوعية والخاصة بدعم وتمويل البحوث العلمية، وعددها 4 برامج: برنامج دعم البحث عالي الجودة، ودعم أجور أو برنامج دعم أجور النشر مفتوح المصدر، وكذلك برنامج دعم الباحث المبتعث، وكذلك انتهاء بالبرنامج أو برنامج تمويل البحوث الدوري. كل هذه الأبحاث تهدف إلى أهداف رئيسية، منها زيادة مخرجات الجامعة البحثية عالية الجودة، وكذلك زيادة مشاركة الباحثين وزيادة تعاون باحثي جامعة شقراء، سواء كانوا على رأس العمل داخل الجامعة أو مبتعثين لنيل درجاتهم العلمية، وزيادة ربطهم مع مجموعاتهم البحثية والمجاميع البحثية في بلاد الابتعاث.